فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن نفهم أن استعمال وسائل لإقامة العبادة ليست بدعة، حيث وكل النبي صلى الله عليه وسلم صحابياً لتسوية الصفوف؟ مش الوسائل غير التوكيل، ما في غير التوكيل، ايش تبيه يعمل غير التوكيل؟ ما في وسيلة إلا أنه يوكل واحد، المؤذن أو غير المؤذن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.